صباح المسك والعنبر، والصباح الزهر مقطر، والصباح التمر معمر. كيبقى تي بلاباس، كيبقى وميمات. تنتمنى الله تكونوا كلكم على خير وفي صحه جيده وراحه البال. هذا النهار عندي جواب على واحد الكومونتير حطته السيده، حيت حطت الفيديو قالت لك الله يعطيك صحتك خالتي مفتاحه ماما مفتاحه. المهم لا تبقاش دير لنا هاد المواضيع، تهضر لنا على هذاك عيالات زمان كانوا مدلولات. ما كانوش مدلولات، كانوا محترمات، كانوا راقيات، كانوا صبارات، كانوا تيعرفوا كيفاش تيتصرفوا مع الاسره، كانوا تيعرفوا كيفاش تيتصرفوا مع الراجل، كانوا تيعرفوا كيفاش تيتصرفوا مع اللوسه، مع الحمى، مع النوطه، مع الحمو، مع اللوس، مع النويطات. كانوا البيقات، كانوا متخلقات، كانوا متربيات، كانوا قدوه، كانوا مدارس. خرجوا ضباط، خرجوا سفراء، خرجوا وزراء، خرجوا دكاتره، خرجوا محاميين، وهما ما كانوش قاريين، وكانوا راجل تيخدم وتيجي عند المراه وهي تتربي اسره وهي تتعاون الراجل. كان الراجل تيبدا من الصفر وتتبقى معاه، تتجمع له حتى تيدير شركات وتيدير وتيطلع وتتكبر له الخبزه. كانوا كانت راجل على برا وهي تتصوف في الدار، واخا تكون ما قارياش بقوه الوعي كانت تتعرض للولاد، كانت تتحفظ مع الولاد، كانت تتبع الولاد، كانت ما تتخليش ولادها يخرجوا للزناق للدروبه يلعبوا، كانت ما تتخليش ولادها يخرجوا يسرقوا، كانت ما تتخليش ولادها يخرجوا من الشتين. كانوا الا لعبوا تيطلعوا للسطح، تيبقاو في وسط الدار، تيدخلوا لداخل. ما كناش تنشوفوا الدراري تيلعبوا في الزنقه. ما كانتش مدلوله، كانت معزه مكرمه، كانت مرا، كانت دابا حنا نقولوا يماواتنا وجداواتنا كانوا مدلولات. لا بنتي، المدلوله هي ديال دابا، المدلوله هي ديال دابا اللي تتقرا وتتكون قربت لها عام باش تقبط لها ليسونس ديالها، تيجيها بركابي اللي قالت المرا حتروف ما فيه والو، جايها من اوروبا ولا جايها من شي قرينه ولا شي خليجي ولا شي حاجه، وتتسمح في كل شيء، تتمشي تدل في دارو وتصحو بالنية. يا ويلها إلا هضرت طرش والضرب والتكرفيس وتصحو بالنية والدمير في الدار، تضرب تمرة في دارها وتديها لدار موت نيطوايي. وهذا الشيء شفناه وسمعناه، شفناه سمعناه، هذاك هو الدل. وما تتقدشي تهضر مع أحبابها، الدل هو ديال دابا اللي تتكوني تتقراي ولا تتكوني جالسه خصك هي تقبطي على راجل كيف ما كان باش تزوج به، يكون عنده مراته ولا يكون عنده ولادو ولا يكون كبير ولا يكون صغير ولا يكون. هذه حنا معروفه عندنا، معروفه عندنا، واخا يكون راجل قاعد عنده هي سنه وجاك لاباس عليه، تسمح في قرايتك وصناعتك وكل شيء وتتمشي. علاش؟ بس ديك الساعه الا عطاك شي دقه ولا عطاك شي ركله ولا قال لك جمع حوايجك وخرج عليا، تترجع تتبكي وتترجع مدلوله. اما زمان كان ملي تيوقع المشكل المراه تتهز شنطها معزه مكرمه وتتعيط لخاها ولا تتعيط لشي واحد ويجي يديها لدار باها او دار خالتها او دار عمتها، وتتجلس غضبانه بالهمه والشان حتى تيرجع الراجل ويشوفوا المشكله ويشوفوا الموضوع ويا ويلو الا ضربها. كانت شحال هذه المراه ما تترضاش بالدل، ما كانتش تتضرب. كانوا المحاكم عامرين كيف ما قلت في واحد الفيديو، ما كانوش المحاكم عامرين، كانوا الناس واعية. كانت المرأة فيها راجل فيها مرأة وماشي عيب، والله تعالى وصى. انتما دابا باش تخرجوا لي عقلي ما تخليوني نبقى عاوتاني نجي من جهة الراجل ونرجع عند المرأة، لأن ملي تنعطيكم النصائح اللي خاصة بكم، ها ما تقولناش المرأة شحال هذي كانت مدلولة، ها رجالنا ما كيديروشي، وعلاش الراجل ما يديرشي، وعلاش الراجل. الله تعالى وصى، حنايا تنعرفو وصى، راهم الأوروبيين كيف ما قلت لكم وعاود نفس الطريقه، هما تيهضروا باللغه دينهم في شكل، حنا ديننا في شكل، حنا اللي عاشقناهم هنا وشفناهم وجيراننا وتنعرفوهم وكل شيء. الاسر المراه تتحترم الراجل، المراه تتسبن الراجل، عمرنا ماشي شفنا شي راجل تيسبن المراه الا الا كانت مريضه معدومه. باش تقولوا لي المراه كانت مدلوله، حاشا ولا يتمثل واش كانت المراه مدلوله.
كانت لالا ومولاتي وهمتها وشانا وقيمتها، كان الرجال تيبيعوا لها. كانت المرأة فاش تدير الحنة راجل تيكون عنده النهار الكبير تيبقاو كادويات، كانت المرأة فاش تتولد والنفاس كان تيقابلها الراجل تا يا لالا ويا لالا فاش تتولد له. كانت ماشي بحال دابا الدل، وبالصح وبالنية نزل عليكم الدل. يعني نزل الدل سي فغي، ديروا اللي حبيتوا هذا هو، حيت نتوما جبدتوني وي. المرأة شحال هادي ما كانش عليها الدل، مواتنا وجدوداتنا وعماماتنا خوالاتنا ما هزوش الدل، كانوا عيالات تبارك الله وحافظوا على اسر، وخرجوا رجال وخرجوا عيالات وخرجوا الاجيال الصلاه على النبي. قل لي هذا الجيل دابا هذا كيفاش داير؟ الدل هو اللي تلهف على راجل كيف ما كان. شحال هادي كانوا تيختاروا راجل، تيجي راجل يخطب تيعرفوا ولد من هو وشنو خداه وتاصيلته وقبيلته واصله ويمه كيفاش دايره واختو كيفاش دايره، عاد تيعطيو البنت. ما كانتش البنت تتقبط وترمي راسها على اي واحد من اي دوله من اي قرينه، الله يجعلو ما يكون ما عرف كيفاش داير. المهم باش الا كان عنده الفلوس ولا المهم باش تزوج به واخا ما تتحبوش. هذاك هو الدل، الدل هو اللي تنشوفو دابا حنا في اوروبا. الشابه مازال هكذا تدير، وعطوها والديها لراجل كبر منها، يا مجنون يا سكايري يا قتال ما تعرفوش. المهم هما شافوا راجل في الخارج، نعطوهم بنتنا نخرجوها من الجامعه، نخرجوها من المدرسه، نخرجوها من الليسي ونصيفطوها. شنو ما شدك باش تما يوريها الشغل كيفاش داير، وديك الساعات ما تتقدكش تتهضر. هذاك هو الدل، هذاك هو الدل بعينو. الدل هو مني ما تتحبيش لا تقراي لا تعلمي صنعه لا حتى حاجه، وتكلي على راجل واحد اخر يصرف عليك وتطير راجل واحد اخر باش يصرف عليك. هذاك هو الدل. اما زمان كانوا تيخدموا الصنيعات، كانوا كان الراجل مخرج لمراتو مصروفها، كان الراجل متهلي في مراتو كيف هي متهليه فيه، كانوا ماشي تيحبوا يتزوجوا ما تتعرفلوش اصلو منين، المهم تتاخذوا ومن بعد تنوضوا المشاكل. كانوا ما ترميوهمش، كانوا فاس الا جاتهم في شي مدينه اخرى ما تيصيفطوش بنتهم. ماشي دابا في اخر الدنيا هلويها وصيفطها باش ترتاح منها، او هي نتينا هيطر عليه كان مزوج ولا مطلق ولا عنده الاولاد ولا سكران ولا شفر ولا قتال ولا كيف ما بغى يكون. هي باش انت كماكتي من المغرب نخويو هذا المغرب، ومن بعد شنو تقولي تيهز الدل تهزو هادو ديال دابا. وما تنجمعش، دائما تنقول لكم ما تنعممش. انا عمري ما شفت عائلتي جداواتي ولا عماماتي ولا خوالاتي يهزو الدل. تيكونوا مشاكل بحال في العالم كله ما بين المرا وراجل، تيكون هذا تيكون عندها حل. الاوروبيين تيكونوا عندهم مشاكل حتى هما، الاوروبيين عندهم شكل اخر. المرا فاش تيشوفوا راجل صافي بقاوش ديك الهرمونات الحب نقصت تيسافر هي. حنا عندنا كانوا زمان تتغضب في دار باها، هنا عندهم تيسافروا تيتفرقوا شويش باش تيوليو كيف ما كانوا شحال هادي. اما دابا شنو؟ هذا هو الدل ديال دابا. انا اللي تنشوف بعيني هو هذا الدل ديال دابا. هما اللي تيصبروا على الدل، هما اللي تيصبروا على الشنديق وتتقولوا لي في ديك الفيديو اللي داز فين يمشيو. هذاك هو الدل. زمان ما كانش الدل، كان عندها خاها، كان عندها ما، كان عندها اختها، كانت خالتها، كانت تهزو بها. دابا شكون اللي ماش تيهزهم والو وتيصبروا على الدل ويجلسوا؟ وهذاك هو الدل. باش تقولوا لي العيالات زمان، ما تقولناش على العيالات زمان كانوا مدلولين. ما كانوا لا مدلولين لا معبودين لا تعبدوا ولا حتى شي حاجه، كانوا عيالات، كانوا تعرفوا يتصرفوا، كانوا متبارك الله رزانات، كانوا مسوبوا خرجوا كيف ما قلت لكم رجال بشركات، خرجوا رجال بالكوميرس، خرجوا ولاد، خرجوا. شنو خرجتوا نتوما؟ اغلبيه وسمحوا لي هذه هي الصراحه، طال شانا ولا قصر شانا تطير باش تزوج تتولد وتتربي ما بقاش تتربى. شحال هذه كانوا تيحمروا في البنت تدوب، دابا البنت تدير الزبله هما تيفرنسوا لها. هذا ماشي دل، هذا دل، هذا هو الدل اللي تنعرف انا. اما ملي تنهضر انا على المراه المغربيه التقليديه الاصليه ديال زمان اللي قال الله انا يخلي لكم منطيخ، هما لالياتي،
هما لالياتنا، ما كانوش تيهزو الدل. ما صرت ما نقول، ملي تنقولو نحبو نهضرو تنلويو الهضرة في أمنا سبعة النوبات عاد تنخرجوها، وتا تتكون عندنا الفكرة وتنكونو متأكدين عاد تنقولو، ما تنقبطوش ونعايرو. والمرأة المغربية عمرها ما دلت الا اللي ما فيهاش النفس كما تنقول دابا، وما عندها غرض وداز في شي تربيه خاسره، داز في شي تربيه ما عندها، يعني ما شنو واش نقول، هذوك هما اللي طلعتوها لي من الجدر ديالي، لانني انا فيا كما تعرفوني فيا النفس على المراه المغربيه، المراه العربيه في الثاني، ولكن بديتو تخرجوا مني شي الحاجات اللي عمري ما كانت كيسحبني. انا ملي تنخاطب تنخاطب بكاميرا كبنت، كيفاش تكوني، كيفاش تعطي القيمه لراسك، كيفاش تكوني للوم ولاتي، كيفاش كيفاش كيفاش، ماشي تقول لي لا تقول لنا شي على هذوك الزمان كانوا هازين الدل. ما كانوش هازين الدل، كانوا عيالات بهمتهم بقيمتهم بشانهم بلا اللوم ولاتي. ساعتكم بروكه، نهاركم بروك، واللي عندها ما ينصحبي تتهلا فيها، واللي ما عندها شي الله يرحمها ويوسع عليها. ورحم امتي ام سيدنا محمد، وتحيه لعيالات زمان اللي توفوا واللي باقيين. وهذا الفيديو يتبع بحول الله.